حرك وحط ايدك، حط ايدك على صاحبك. حشد تأسس بولاء إيراني لتطهير عرقي ومناطقي، يضاف إلى سجل جرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العراقيين، ويعيد للأذهان مشاهد الدمار ونزوح العراقيين من ديارهم هربا من بطش الميليشيات التي أثخنت في العراقيين قتلا وتشريدا وسرقة لأموالهم وممتلكاتهم. ثمانية أعوام مرت على تأسيس نسخة الحرس الثوري الإيراني في العراق، مخلفة آلاف النازحين والمشردين المبعدين عن أرضهم قسرا، وسط تفاقم لأوضاعهم الإنسانية دون ما اكتراث، ومثلهم مغيبون إلى الآن دون حراك حكومي للكشف عن مصيرهم، فضلا عن تصفية مئات المتظاهرين قنصا وتنكيلا واختطافا. ويوم الحساب أصبح قريب جدا، ونحذر كل العوائل الموجودة في المنطقة بالخروج، لأننا سنضرب ضربة لا تبقي ولا تذر. جرائم ميليشيا الحشد لم تقف عند التعذيب والإخفاء القسري فحسب، بل وصلت إلى قتل المدنيين والمعتقلين تحت التعذيب بذريعة الحرب على الإرهاب، فضلا عن نهب المدن المنكوبة وحرق ونسف مساجدها وآلاف المنازل والمحال فيها، إضافة لتدمير قرى بالكامل ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لهذه المدن. إيران التي بسطت نفوذها على العراق عبر ميليشيا الحشد تغلغلت في مفاصل الدولة حتى باتت تحرك المشهد السياسي حسب ما تريد، وحولت العراق لقاعدة متقدمة لشن الهجمات على دول المنطقة لا سيما دول الخليج العربي. مكاتب الميليشيات الاقتصادية وسيطراتها والإتاوات المفروضة على سكان المدن المنكوبة فاقمت من سوء الأوضاع والأزمات التي خلفتها الحكومات في العراق في ظل جرائم الميليشيات وإفلاتها من العقاب، على الرغم من الإدانات الدولية للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.